أخبار المشرق من تلفزيون أورينت، أهلا بكم. الجوع آت لا محالة، هذه ليست تكهنات وليست قراءة في فنجان. وأيضا متابعة لهذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور فاضل الزعبي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق. مساء الخير دكتور فاضل، هل تبدو الصورة فعلا قاتمة إلى الحد الذي ذهب إليه التقرير؟ نعم، أتفق جدا مع الصورة التي رسمها التقرير، وهذا من أولى الخطوات التي تساهم في نشر الوعي والفهم لدور الزراعة والغابات وقطع الأسماك أيضا في مواجهة التغيرات المناخية. التغيرات المناخية إذا لم يتم استيعاب آثارها من خلال تغيير وتعديل السياسات والاستراتيجيات الزراعية، سوف يكون الخطر بصورة قاتمة أكثر مما ورد في التقرير أيضا. نعم دكتور فاضل، المجاعة طالت دولا عربية كثيرة، بخاصة تلك الواقعة في القارة الأفريقية، والذين ينتظرون كثر بحسب المراقبين. هل لديكم إحصاءات جديدة حول هذه الوقائع؟ الحقيقة الإحصاءات كانت في نهاية العام 2010 وبالتحديد في شهر نوفمبر، حيث تم عقد قمة الغذاء العالمية في روما في ذلك الشهر، والرقم الذي وصلت إليه هو رقم كبير جدا، رقم يتجاوز المليار من أصل مجموع سكان الكرة الأرضية الذي يبلغ 6.7 مليار. هذا الرقم واسع وكبير. ما هو نصيب الوطن العربي أو الدول العربية من هذه الإحصائية وهذه النسبة؟ حصة المنطقة العربية قليلة جدا مقارنة بعدد الجوعة في مناطق أخرى، والذي تعيش الغالبية العظمى من يعانون من نقص التغذية في العالم بشكل رئيسي في الصين. لا يوجد هناك أرقام تقريبية؟ حاليا الأرقام تتجاوز 22% في بعض الدول العربية والتي أشار إليها التقرير. يعني ربما هذا طمأن الحكومات العربية بأنه ربما بسنوات أبعد سوف تصل المجاعة إلى الدول العربية؟ بالعكس، هذا الرقم حتى هذا الرقم غير مطمئن على الإطلاق إذا لم يتم الاستمرار. أنا لو سمحتي لي بس بدي أذكر نقطة مهمة جدا. نعم تفضل. الضغط يتم باتجاهي وبطرفي المعادلة، هنالك ازدياد في أعداد السكان، هنالك تغيير في أنماط الاستهلاك، هنالك هجرة من الريف إلى المدن، هنالك نمو وتباطؤ في النمو الاقتصادي من جهة، ومن الجهة الأخرى هنالك التغييرات المناخية وتأثيراتها السيئة وتجزؤ ملكية الأراضي وندرة المياه. إذا من طرف معادل هناك ازدياد على الطلب، ومن طرف آخر هناك قلة في الإنتاج. إذا سوف يكون التسارع أكثر مما نتوقع وأكثر مما تتوقعه الدول في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. نعم دكتور فاضل، يعني من خلال التقرير الذي تابعناه نرى أن هناك تراجعا في أغلب الدول العربية من حيث الإنتاج الزراعي، كيف يمكن التقليل أو التخفيف من تبعات هذه الأزمة؟ الحلول تم الإشارة إليها بشكل موسع من قبل منظمة الفاو، وتبدأ بأولا مثل ما ذكرت بنشر الوعي والإنذار المبكر لآثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ومن ثم تهيئة المناخ من خلال تغيير السياسات والاستراتيجيات الزراعية في هذه الدول من أجل تهيئة الاستثمار في المنطقة الزراعية. طيب طبعا دكتور، بشكل سريع لو سمحتي لي، يجب دعم الاستثمار الزراعي في منطقة زي المنطقة العربية عن طريق دعم صغار المزارعين. طيب دكتور، هل فعلا اتبعت الدول العربية هذه الحلول التي وضعتها منظمة الفاو؟ هنالك العديد من الدول العربية التي بدأت بتطبيقها، ولكن بشكل بوتيرة أقل مما هو متوقع وأقل مما تفرضه تحديات المناخ. نعم الدكتور فاضل الزعبي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق، حدثنا من عمان، شكرا جزيلا لك.